عن هذا الموضوع ينضم إلينا الآن الأستاذ أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة. أستاذ أشرف، تحية طيبة، أهلا بك دائما على شاشة الحدث وفي هذه التغطية المستمرة. بداية نتحدث عن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، ولا سيما القطاع الطبي الذي يعاني وتعاني أيضا الكوادر فيه. مستشفى كمال عدوان من المستشفيات الذي عانى من هذه الحرب، نسأل عن الأوضاع في هذا المستشفى بداية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الاحتلال الإسرائيلي قام بمحاصرة وتهديد هذه المستشفى لأيام طويلة، ثم قام أيضا بقمص عدد من المرضى والطواقم الطبية في هذه المستشفى، ما أدى إلى استشهاد 2 من الطواقم الطبية والمرضى، إضافة إلى أنه قام أيضا بإطلاق النار في داخل الأقسام وكذلك أيضا في أمام المستشفى، مما أدى أيضا إلى استشهاد 2 من النساء الحوامل وكذلك أيضا إصابة العشرات منهم. هذا قبل أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بيوم واحد من اقتحام المستشفى. نحن نتحدث عن اليوم الثاني الذي يقتحم فيه الاحتلال الإسرائيلي المستشفى بشكل كبير. قام الاحتلال الإسرائيلي كما ذكر أخي الدكتور حسام بفرز الذكور عن الإناث واقتادهم إلى جهة غير معلومة. دكتور أشرف القدم معك. سيد أشرف. نعم. الحقيقة كان الخط متقطعا، لو سمحت تعيد الفكرة الأخيرة أو آخر نقطة ذكرتها. نعم، الاحتلال الإسرائيلي قام اقتياد كل الذكور من داخل المستشفى إلى جهة غير معلومة، ومنهم الطواقم الطبية، أكثر من 70 من الطواقم الطبية وكذلك الجرحى وعدد من النازحين إلى جهة غير معلومة. ثم أيضا اقتاد مدير المستشفى لوحده إلى جهة غير معلومة حتى هذه اللحظة لليوم الثاني على التوالي، والدكتور أحمد الكحلوت. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي الآن يمارس ما كان يمارسه في مجمع الشفاء الطبي، ونخشى أن يقوم بنفس العمل في داخل مستشفى كمال عدوان من التخريب والتدمير، وكذلك أيضا تصفية عدد من الكوادر أو اعتقال عدد من الكوادر والنازحين. أستاذ أشرف، في جزئية الاعتقالات هذه، ما هي ملابسات عملية الاعتقال؟ هل هي تعسفية أم تأتي في سياق معين؟ وما يعني المساعي للتواصل مع أي من الجهات، إن كان الصليب الأحمر أو الجهة الأممية التي بذلتموها في وزارة الصحة للعمل على يعني سلامة وضمان سلامة الأطقم الطبية والمعتقلين أيضا؟ بالمقام الأول، عملية استهداف أو محاصرة أو تهديد المستشفيات والطواقم الطبية هو مخالف للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وبالتالي الاحتلال الآن يقوم بممارسة جرائم ضد المنظومة الصحية أمام سمع العالم وبصره، دون أن يتم تفعيل القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لتجريم ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي كل ما بعد ذلك هو نتيجة الصمت الدولي على هذه الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي. فالآن بعد هذا الضوء الأخضر من المجتمع الدولي بصمته على ما يحدث في مستشفى بالمقام الأول مستشفى الشفاء، وقبله مجزرة المعمداني، وبعده أيضا استهداف مستشفى القدس وغيره من المستشفيات، الآن بدأ يتغول بشكل كبير. نعم. يقوم بعمليات عسكرية داخل اقتياد واعتقال، وبالتالي هذا كله مخالف للقانون الدولي الإنساني. نحن طلبنا المؤسسات الأممية بالتحرك العاجل، ولكن للأسف حتى اللحظة هذه المؤسسات عاجزة عن وضع آليات ضامنة لعدم تهديد المستشفيات أو الطواقم الطبية حتى اللحظة. طيب. نتحدث عن اعتقال 38 من الطواقم الطبية قبل تهديد واقتحام مستشفى كمال عدوان، أيضا دون أن تحرك هذه المنظمات ساكنا حتى هذه اللحظة. أستاذ أشرف، لنتحدث بالأرقام المتوفرة الآن لدى وزارة الصحة في غزة، ما هو عدد الجرحى الذين يعانون دون توفر الدواء أو الموارد الطبية الأساسية لعملية يعني الاستشفاء تحديدا، وأيضا على المستوى المعاناة الإنسانية بعض الجرحى أيضا والنازحين لدى المستشفيات يفقدون الحياة بسبب فقدان الغذاء، هل هناك أرقام محددة فيما يتعلق بعملية النزوح؟ نعم، نحن نتحدث الآن عن 500 ألف نسمة في شمال قطاع غزة
باتوا بلا أي خدمة صحية ولا يستطيعوا الوصول إلى أي خدمة صحية في داخل شمال قطاع غزة، وبالتالي 500,000 نسمة الآن وضعوا في دائرة الموت المحقق نتيجة عدم توفر الخدمات الصحية وعدم استطاعتهم الوصول إلى المستشفيات التي أيضا هي محاصرة ومهددة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. نحن نتحدث عن 12 طفل الآن في العناية المركزة في مستشفى كمال عدوان. هؤلاء الأطفال الآن باتوا بلا طعام، بلا حليب، بلا أيضا أجهزة دعم الحياة، وتحاول الطواقم الطبية إنقاذ حياتهم بالأساليب البدائية الأساسية. إضافة إلى أن مجمع الشفاء الطبي للأسف الآن هو عبارة عن نقطة طبية لا يقدم رعاية صحية ولكن يستقبل الجرحى والمرضى وكذلك الشهداء حتى يتم تكريمهم في داخل المستشفى بدلا من أن يكونوا في الطرقات. إضافة إلى مستشفى المعمداني الآن هذا المستشفى في شمال في منطقة غزة بات غير قادر على تقديم أي خدمة صحية والجرحى الآن ينزفون حتى الموت. هذا فيما يتعلق بشمال قطاع غزة. أما فيما يتعلق بجنوب قطاع غزة الوضع فوق الكارثي، لا يمكن أن يتحمله بشر. الوضع الصحي في مستشفيات جنوب قطاع غزة لا يطاق، لا يتوفر أي ساعة سرية في مستشفيات جنوب قطاع غزة، ولا يوجد أي أيضا قدرة طبية أو استشفائية في مستشفيات الجنوب. نعم. وبالتالي نفقد عشرات الجرحى وهم ينزفون دون أن يتم تقديم الرعاية الصحية لهم لعدم توفر الخدمات الصحية أو أيضا التخصصات المختلفة في هذه الجزئية. نحن نفاضل عدم توفر التخصصات وعدم توفر الموارد، بحسب اطلاعكم أستاذ أشرف، هل هناك أي مساعي لإخراج الجرحى الذين يحتاجون لرعاية خاصة نحو الجانب المصري لتلقي الرعاية هناك؟ نحن الآن لدينا 50,000 أو ما يزيد عن 50,000 جريح في قطاع غزة، للأسف ما خرج منهم أقل من 1%. نحن نتحدث فقط عن قرابة 412 مريض جريح هو الذين يعني خرجوا إلى خارج القطاع، وبالتالي هذا العدد لا يتناسب على الإطلاق مع حجم الإصابات ونوعية الإصابات الموجودة في داخل القطاع. وللأسف الكشوفات التي تأتي وبعد زمن طويل من رفع أسمائها للجهات المختلفة تأتي الأسماء بالموافقة بالآحاد، ويكون منهم عدد من الذين ذكر أسمائهم قد فارقوا الحياة وهم ينتظرون على أسرة الاستشفاء في داخل المستشفيات دون تقديم الرعاية الصحية أو يسمح لهم بالخروج إلى خارج قطاع غزة. بالمقام الأول لدينا قرابة 7,000 جريح من الحالات الحرجة والخطيرة يجب أن تخرج دفعة واحدة إلى خارج القطاع لكل المستشفيات التي تستطيع استقبال هؤلاء الجرحى، ولدينا آلاف أخرى من الجراح المعقدة والتي تحتاج إلى تدخلات مختلفة، عوضا عن أن لدينا 9,000 مريض بالسرطان أيضا في داخل قطاع غزة. هؤلاء الآن تركوا بلا أدنى رعاية صحية بعد استهداف وقصف مستشفى الصداقة التركي وكذلك أيضا مستشفى دار السلام. الآن قطاع غزة في وضع كارثي للغاية. هذا الوضع الكارثي أيضا يزداد سوءا إذا ما تحدثنا عن النازحين في مراكز الإيواء التي باتت تنتشر لديهم الأمراض المعدية والأوبئة. إضافة إلى المشكلة التي أرقتنا هذا اليوم هو عدم توفر التطعيمات الخاصة بالأطفال، وهذا يعني أن قطاع غزة سيشهد إعادة للأمراض التي انتهيت سابقا والآن ستعاد نتيجة عدم توفر هذه اللقاحات للأطفال الجدد، وبالتالي نحن أمام كارثة صحية وإنسانية كبيرة سيكون لها تداعيات خطيرة في الوقت الآن وفي المستقبل. حدثني من غزة أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، شكرا جزيلا لك.